السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديده في القناه ومختلفه. كيف ما كتشوفوا جبت لكم موديلات ديال البلاكيور او لا مجوهرات اللي كتكون على شكل الذهب، نفس الموديلات اللي كتكون في الذهب تقريبا، وجبت حتى موديلات خفاف هكا للبنيات اللي بغات تختار شي موديل هكا وتديه لمول المحل وتقول له جيب لي هذا الموديل، راهم موجودين وكيجيبوا يعني سيغ كوموند. انا مرتلوسي كانت كتبيع هذا الشيء ملي جا الحجر، حبسات راكم عارفين التخوف، حبسات راه دابا باقي ان شاء الله غادي تتأنف العمل ديالها. مهم موديلات غزالين، والماركه اكسبين هي اللي واعره، انا مجرباها ما كتخسرش على مده طويله، وخا قصتو بجافيل وكل شيء موقع عليه حتى شي حاجه. فكنتمنى لا فيديو تعجبكم، وصراحه ملي كنبغيو نمشيو للحفلات هكا والاعراس وهذا الذهب ما بقيناش كنقدروا نشريوه وما بقاش كيرد الثمن ديالو، كتبغي غير تمشي تبدلي بشي حاجه اخرى كيطيح لك الثمن بزاف وكتولي كتزيدي مبلغه عاوتاني خيالي باش تقدري تشري حاجه اخرى. وعلاش ما كاينلاش يعني بنادم يتزين بهاد الحويجات هادو ويحافظ عليهم ويحطهم في البواطه ديالهم، واللي بغى عاوتاني يمشي عاود يديرهم. يعني انا كفكره نظر يعني الناس اللي ما عندهاش الفلوس وما قادرهش باغيه تزين فهذا هو الحل. فكنتمنى لكم فرجه ممتعه ويعجبكم هاد الموديلات، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك ديالكم، واللي اول مره كيزور القناه يشترك فضلا وليس امرا، وشكرا جزيلا لكم.